السلام عليكم، صباح الخير وبركاته. صباح النور دكتور. دكتور، في محاضرة؟ والله ما بعرف يا بطول، ولا عندي أي فكرة. من الصبح والله إحنا بنبعث مراسلات للكلية وللدائرة ولكذا، وما حدا رد علينا نهائي. حتى أنا شفت منزلين على المجلس الصبح، بعتوا على جروب الدفعة إنه ما في دوام وهيك، ففكرت ما في، فقلت خليني أفتح أتأكد. هلا شوف، المجلس أعلن بس الجامعة ما أعلن. يعني هي رئيس الدائرة هلا رد علي بقول لي حتى الآن فيش إشي جديد من الجامعة. إيه، ما هو عشان هيك فقلت أكيد إنه خليني أتأكد، عشان هيك ما شفت على صفحة الجامعة أنا كمان. لا لا، مش عارف والله، يعني الواحد هيك حيروه بيني وبينك، مش عارف. بالضبط، صحيح، الواحد متحير، بخاف ما يحضرش، بخاف يحضر، على الناحيتين صار. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما نعرف. خلينا هنا نستنى لنا شوي، نشوف إذا في حدا ثاني بيجي. كيف الوضع؟ نستنى. نستنى شوي نكمل. يلا
آخر حماسي طيب. ما تسمعني؟ محمد البارح سامعني؟ صباح الخير، هلا دكتور. صباح النور، كيف حالك؟ الحمد لله. في محاضرة دكتور؟ والله يا محمد الوضع ملخبط، يعني الجامعة ما أعلنتش إنه اليوم في تعليق دوام، ما بس المغ اه والزملاء مجلس أعلن، مضبوط مجلس أعلن اليوم إضراب أو فيش دوام، الزملاء يعني زينا بتراسل أنا وياهم، اللي عنده طالب اللي عنده طالبين، شايف لحد الآن مش عارف، آه. مش عارف والله شو الناس. طب الجامعة بعدها حتى داخليا ما بلغتكم؟ ولا أي شيء. مش عارف والله، يهونها. يا رب يا سيدي، خلينا شوي هيك، مش للثمانية ونص نشوف بعد هذا أجا شيء ما أجاش شو بصير. ولا أنا شرح مادة جديدة مش سهل، أنا مو فيش طلاب نشرح مادة جديدة، يمكن دردشات بس تكون يعني مشكلة. هو أنا أصلاً بكيت ما بدي أدخل، لأنه خلص معتمد على حكي المجلس، بس على الجروب لمادة ثانية الشباب بيحكوا إنه في دكاترة بيشرحها، فدخلت قلت ممكن إنه بتشرح أو إشي. والله أنا بتول حتى من الثانية متأخرة شوي أجت، والثانية نفس الشيء مش عارف إذا في دوام ولا فش، من الصبح بعثنا للكلية ما حدا رد علينا لحد الآن، أنا هو بقول فعلا القرار المجلس كان نازل على 3 وإشي، حوالين 4 الفجر. عشان هيك يعني ما عارف. يا سيدي إن شاء الله خير. طب دكتور، الاجتماع اللي صار امبارح بخصوص الامتحانات وكذا والله بلغوه لا بلغ والله ما وصلناش ولا شيء حتى هاي اللحظة، والله ولا بنعرف أي شيء. سألت امبارح الدكتور عبد الحليم، حكى لي لسه برضه ما وصلوش شيء. إن شاء الله خير. إن شاء الله بإذن الله.
وصلنا إشي من الدكتور عبد الحليم بحكي أسأل الله صباحكم، حتى الآن لم تردنا تعليمات من الجامعة بخصوص الدوام، يبقى العمل بالتعليمات القائمة لحين ورود تعليمات جديدة. يعني هم بيفترضوا إنه دوام يعني هيك في الشرعي. أنا مش هشرح شيء جديد يعني بصراحة. ولكن أنتم ممكن شو تساووا؟ تستغلوا وجودنا في المحاضرة إذا بتحبوا، طبعا أمر إليكم، برجع إنه حكينا إذا بتتذكروا المرة الماضية إنه في عنا يعني أعمل شير. الأمر إليكم يعني مش إجباري، نبريح. عن ايش قصدك دكتور؟ هاي هذا الجدول، لو أجيكم هذا الجدول، شايفين هذا الجدول؟ هذا الجدول بدنا كل نوع من أنواع المعالجات اللي موجودة، بدنا نعمل زي نشاط، نشوف فيديو يوتيوب ماشي، نحضروا عن هذا الموضوع. يعني أنت لحالك بدك تحضر الفيديو ماشي الحال، وتشرح لنا الآلية اللي بننفذ فيها هذا الجزء من المعالجات. كل واحد بيختار اللي هو مثلا هل راك اند ريبير وذ سيلينج ايوه كلين بالضبط. اند سيل. لا، ما هي متى هاي كراك فين؟ ريبير وسيلينج اللي هي بيجي تحت الثلاثه هذول، لين اند سيل، سو اند سيل، او راوت اند سيل. حلو. بعدين كراك فيلينج، هاي بتصير شغله جديده. بعدين فول ديبث كراك، شغله جديده. فوق وسلاري ودبل وسلاري سين، هذول سلاري كوت وسلاري ما، يعني اللي جاي للطرف للآخر هاي بتصير وحرة رئيسية، بتكون اللي في النص هذول بتكون تابعات إلي. فبعرفش أنت شو بتحب تأخذ من هذول. مش عارف اي اشي، يعني كلهم انا حتعلم عنهم، من كني بعرفش ايش عنهم، فعادي يعني اي وحدة. لا، ما هو قصدي عشان يعني باب التقسيم لما يجي حدا يسأل. اول وحدة كراك تريتمنتس. خلاص، أنا محمد زباني، تمام. بس دكتور، بخصوص شو اسمه الجزئية اللي اخذنا فيها كويز، هسا انا بكيت بستنى على اساس انه تنحل الامور ونرجع للوجاهي، عشان ارجع، لانه وانا بحل فيهن حسيت اني انا مش فاهم احسن اشي، خصوصا حكيت لنا انه حيرجع يجي هذا في المد. لا، مش مشكلة، ولا يهمك يعني، مش رح نعمل امتحان إلا واحنا حالين الكويز إن شاء الله. ان شاء الله، قصدي انه قبل الامتحان يعني تكون شرح لنا اياه، لانه آه شفت طبعا طبعا. بالمحاضرة المسجلة زي كأنك شارحه على السريع لتبعين الماستر، ما فهمت بالضبط. لا، ما هو هي مش إني أستاذ شرحها على السريع، لأنه يعني خليني أقول لك. مادتهم كبيرة والأسلوب مختلف. بالضبط، يعني هم صحيح 100%، يعني ملزمين في، بتعرف لقاء واحد بيكون ويا دوب ما بدك. ما عشان هيك أنا حسيت إنه لازم قبل الامتحان المد تشرح لنا إياهن بطريقة أوضح. ما في مشكلة يعني، برد بنعيد شرحه، احنا شرحناه يعني عادي مش مسجل، بس برد بنشرحه إن شاء الله، إن شاء الله. مش مشكلة يعني. دكتور، أنا باخد الثالثة اللي هي الباث هول أند باتشينج ريبير. اللي هي هون بتجي، تمام. هلا اي وحده منهم بدك تاخذي؟ مش عارفة والله، في كتير محتارة فيهم. في عندك اربع، كولد ميكس، سبراي انجكشن، هوت ميكس، باتشنج وسلاري. هوت ميكس أسفلت. اوكي، تمام. عشان حضرتك من الشاشة بطل الاسم، مشكلة أنا مسجل عندي نوتس إن شاء الله، وأنت حافظين ما أنتم بتقولوا، مش بس نلف اللي تحصل. خلص، تمام. بس دكتور، احنا بدنا نحكي مع برزنتيشن وكذا،
ولا نشغل فيديو ولا ايش؟ بدك تشوف فيديو بحكي عن هذا الموضوع، تحضره وتلخصه الفيديو، بتشغله بس بدون صوت انت، وانت بتصير تشرح لنا الخطوات اللي موجودة في الفيديو. تمام ان شاء الله. في مدة معينة؟ لا على اليوتيوب، لو رحت على حطيت الكيوردز هاي اللي العلاقة، بس بدك تحط فليكسبل بيرمنت اهم شيء، لانه احنا بنحكي عن الرستر. لا مش لانه في، راح تلاقي كثير في للرجل بيرمنت، بس احنا بدنا الفليكسبل بيرمنت. الباب كلها as simple as possible يعني، بس الفكرة انه نفهم مع بعض كيف الاليات اللي احنا بنعالج فيها. انا من الواحد بقرا وبشوف، شايف علي؟ يعني انا بدي اجي بس اشرح لكم اياها نظري، راح تتغلب كثير، يعني مش راح تستوعبها مزبوط، بس لما بتشوفها بالصورة وانت بتقراها اجباري بتصير انت تفهم وتعرف بالضبط شو اللي بصير يعني. إن لا شاء كمان الله. نفس الشيء، يعني انتم كانكم بتشرحوا لبعض، يعني من باب الإشي التفاعل، يعني بدناش نضلنا بس متلقين احنا نتلقى شو بحكي الأستاذ، خلي يكون لنا بصمة، يكون لنا مشاركة، يكون لنا يعني دور أو فهم في هذا الموضوع يعني. إن شاء الله، الله يهدي الله. تقدروا الآن وأنا معكم، يعني إذا بتحبوا تروحوا على اليوتيوب وتشوفوا ماشي الحال، مش راح اشرح ولا اي شيء جديد يعني، بس يعني لو ظلينا مع بعض للتسعة وبعدين بنسكر ان شاء الله. فشوفوا شو عندكم في اليوتيوب، حطوا الكيوردز هذه وشوفوا شو بيطلع عندكم، حاولوا تاخذوا as simple as possible، يعني بدناش فترة زمنية طويلة، يعني 5 دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق كافي يعني، بدناش اكثر.
بخير، ما راح كيف حالك؟ ما راح سمعتيني؟ صباح النور دكتور، أهلا فيك. متأسفة إني قطعتك. إحنا فاتحين بس ما فيش محاضرة، يعني للأسف تعليمات الجامعة ما أعطوناش تعليمات تعليق دوام، كانت تعليمات كالسابق، يعني ما فيش شيء جديد. بس أنا فاتح، دخل اثنين عندنا، بتول ومحمد ذبانح، وبعرفش إذا شاكل الجدول اللي موجود أمامك. حكينا المرة الماضية بدنا نختار منه واحد من التريتمنتس اللي موجودين، أساس نروح على اليوتيوب نحضر فيديو، نحضر فيديو ونشرح كيف آلية عمل هذا النوع من الصيانة مثل. فمحمد اختار أول واحد اللي هو الكراك ريبير، وبتول اختارت الهوت ميكس أسفل. ما بعرفش أنت شو حابة من هذا ولا تأخذي. قلت لهم إحنا موجودين، مش رح أشرح مادة يعني على الزوم، روحوا استغلوا هذا الوقت وروحوا على اليوتيوب وشوفوا شو بتقدروا يعني تحضروا شغلات، على أساس يعني لما نطلب هذا النشاط المرة الجاية تكونوا جاهزين. ما بعرفش هي بالنسبة لك، هي القائمة موجودة أمامك، شوفي شو المناسب اللي بدك إياه وفكره. تمام، بس خليني أشوف على اليوتيوب. فاهم عليك، بس قصدي اللي أشرت لهم أنا بالأسهم هذول أوريدي تم اختيارهم، تمام؟ طبعا هذا السهم بيشمل أيضا الثلاثة هذول، لأن هذول الثلاثة سب كاتيجوريز تحت الكاتيجوري الرئيسية. هون بصير عندك شيء جديد، الكراك فيلينج، الفولد، هذا شيء جديد بتقدر تختار منه، الفوكسي، سيل، السيلكوت، كله 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 بتقدر تختاري لتوصلي هون، ما عدا طبعا الهوت ميكس أسهل لأنه بتول أكثر. أشوف شو المناسب، بس ضروري تبلغيني لأن أساس بدي أعمل جدول للطلاب، حط الاسم وحط كل واحد شو اللي بده يعمل عندي. فأنتوا عندكم اليوم ميزين وأنتوا اخترتوا الموضوع، أنا راح أنزل جدول أحط فيه الاسم وأحط فيه كل واحد شو الإشي اللي بده يعمل عنه. الواضح إنه اللقاء القادم راح يكون لسه الاثنين الجاي إن شاء الله، بعيد شوي. المفروض عنا إحنا الأربعاء القادم من ميد تيرم، بس واضح إنه الأمور تلخبطت ومش عارفين شو بده يصير. ربنا يسهل، خذ راحتك. أنا هنا موجود لايف معكم، يعني أي شيء بكم إياه عن جد.
ما راح أبين معك أي نوع بدك إياه أو أي معالجة. ايش دكتور؟ بس ما راح بين معها ايش المعالجة اللي بدها تشتغل عليها، اي نوع. هاني قاعد بشوفهم كلهم، بس محتارة بين الفوكسيل والدبل هاي تشيبسيل، مش عارفة اي واحدة فيهم اختار. في النهاية يعني علم جديد بدك تتعلميه، وبالتالي هلا 10 دقائق او 5 دقائق الفيديو بينك الله عليه، يعني شوفي. بس دكتور ضروري الفيديو يكون 5 دقائق، يعني أنا لقيته فيديو فيه دقيقتين عادي ولا لازم أكتر؟ دقيقتين؟ آه دقيقتين. اذا بعطي يعني اذا بتشرحي انت الماده بشكل كامل في دقيقتين فيش مشكله. طريقه المعالجه يعني شو بنساوي، شو الادوات اللي بنستخدمها، شو المواد اللي بنستخدمها، الاليه اللي بننفذ فيها التريتمنت، خلاص فليكن ما عنديش مشكله. بقدر أعرض الفيديو، ممكن إنه أحكي أنا يعني مع، يعني إنه أضيف أنا الحكي. احنا ما هيك، احنا الفكره ما بدي احضر، انا بقدر لحالي احضر فيديو بلزمنيش، بس هي الفكره ان انت تحضري فيديو تفهمي الطريقة الابروتش اللي احنا بنشتغل فيه، وبعدين بتكون مشغل الفيديو. بس شو تساوي، الصوت فيش صوت، انت بتكوني تحكي بدل الصوت اللي في الفيديو مع الصور، يعني بتكون وانت بتعرضي في الصورة انت بتشرحي لنا والله بنستخدم المعدات 1 2 3 4، الطريقة بنعمل كذا، بنشك بنحفر بننظف الشك بنعمل كذا، بنستخدم مواد نوعية كذا 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 كذا. يعني أنا بقدر لحالي أروح أحضر الفيديو، بلزمنيش يعني أحضر فيديو، بس أنا بدي أنتوا بلغتكم أنتوا شو فهمتوا من هذا الفيديو، هذا بكون توصلوا لي. فإن أنا بكون أشوف صورة فقط، ولكن بكون أسمع في صوتك أنت أو صوت محمد أو صوت بتول أو كذا. فهمت عليك. هيك الفكرة يعني. فأنا راح أنزل أسايمنت أحط عليها اسم كل واحد وإيش إقباله، التريتمنت اللي بده يشتغل عليها، عشان هيك كونك موجودة يعني اساس تحددي لي الله عليك شو اللي بدك اياه. دكتور انا الكراك فيلينج والفول ديبث كراك ريبير هذول لا معاي ولا بس أول؟ لا، انت اللي معك زي ما اتفقنا اول واحدة اللي هي الكراك ريبير وذ سيلينج، تمام. بس with سيلينج. بس هن السيلينج هذول في 3 تبعته، تمام. يعني يا كلين ان سيل، يا سو ان سيل، يا راوت ان سيل. تمام ان شاء الله. ان شاء الله. وبتون زي ما حكينا عند الهوت ميكس أسفلت، بظل مرح لازم تعطينا الأرض عليك إيش اللي بدك إياه، مشان لما بعمل الجدول للشباب يعني أستثني الثلاثة هذول وأحط البقية إن شاء الله. طبعا اللي بده يعمل أكثر من واحد بيقدر، لأنه بعتقد إنه العدد عندنا أكبر من عدد الطلاب، من 1 2 3 4 5 6 7 8، عندنا ضايل 11، يعني في عندنا 3 زيادة عن المطلوب. على كل حال مش مشكلة، اللي بحب بحب، بحبش عادي مش قصة، يعني نشرح على طريقة ثانية. دكتور نعم بطل. أنا حابة أخذ الهوت والكولد مع بعض. ممتاز، أحسنت.
خلاص تمام لأني بحضر عنهم التنتين يعني شوي مرتبطين مع بعض، يعني إنه مرتبطين والله. والله نفس الحكي كنت احكي لك اياه امانه الله، انه تاخذ الهوت والكول مع بعض. خلاص ممتاز احسنت، خلاص متفقين ان شاء الله. ابو تو الهوت والكول مع بعض، اوكي. وأنا أختار الفوكسيل بتأخذ، الفوق سيل واحتمال احتمال أربط معها الدبل سيل، بس خليني أحضر أول إشي للفوق. فوق سيل اذا هي ما راح انه الفوق. ممتاز خلاص هيك ان شاء الله. بعمل لما بعمل الجدول بحط كبار اسماءكم انا الشغلات اللي انتم اخترتوها، وبنحط بقية الشباب بالاشياء اللي بتضل يعني. دكتور حاول تخلي اللي هي الدبل تشيبسي اللي فاضية، لأنه احتمال أخذها كمان مع يعني مع شو اسمه، بس أشوف إذا في يعني بتضل معي وقت، لأنه كثير عندنا مشاريع وأسايمنتات. لا احنا بعرف والله الله يعينكم، بس احنا يعني شغلتنا بسيطة، مش اشي معقد يعني. هي تحضري على الفيديو القصير تلخصي وكذا يعني، 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة بالكثير، ما فيش فيها لا حل ولا فيها اشي. انا بدي ارجع بس لشغلة حكاها محمد بالنسبة ل البروسيجر تبع حساب البي سي اي. اذا بتحبوا في اي وقت نرتب وقت مناسبكم انه نعمل لقاء يعني خارج أوقات المحاضرات، أنا ما عنديش مشكلة، بس بنخصص وبرد وبشرح مرة ثانية المثال اللي حليناه لكم إياه على حساب البي سي آي، مش أتأكد إنه الكل فاهم الخطوات، لأنه اللي أنا شاعره إنه الأمور عمالة بتسوء من سيء لأسوأ، فأنا خايف إنه ما نلتقيش وجاهي، وبالتالي ما أقدرش إني أشرح لكم إياه بشكل وجاهي. ماشي، ف خلينا نشوف من هون لآخر الأسبوع إن شاء الله رب العالمين شو بصير، وبداية الأسبوع القادم إذا مثلا ممكن نراسل بعض من خلال الجروب اللي عملها أحمد، ونتفق على موعد زي كأنها ساعة مكتبية يعني، زي ديسكشن كأني بعملكم، بنخصص هذا الديسكشن فقط لحساب البي سي آي وكيف بنشتغل على حساب البي سي آي. تمام، شو رأيكم؟ هو تمام دكتور، يعني بس انه البي سي اي يعني اللي عنده مشكلة او حابب مثلا يفهم اكثر، مثلا تكون محاضرة يعني هن يحضروها، والباقي مثلا نعملها ديسكشن بباقي المادة، مثلا كأنها زي مراجعة، يعني نكون دارسين وكل اشي، وانه اذا اشي مثلا هيك شوية عندنا شوية مشكلة فيه او هيك، يعني كل المادة مش بس البي سي اي. يعني بنعطيكم مجال تدرسوا للميد تيرم وبعدها نعمل الدسكشن، هيك الفكرة؟ بالضبط، انه ديسكشن لكل المادة، اساس انه نكون رابطينها كلها مع بعض. أنا ما عنديش مشكلة، أنا جاهز أي وقت بدكم إياه إن شاء الله، ما عندي أي مشكلة. نعتبرها ساعات مكتبية، كأنكم جيتوني على المكتب وسألتوا عن أشياء. شو بدكم؟ أنا حاضر يعني، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. دكتور يعني هسه فيش محاضرة صح؟ إيه فيش شرح جديد، خليني أقول لك يعني أنا بحب إذا أنا موجود معكم إنه تشوفوا الفيديوهات اللي حكينا عنها، إذا حد عنده أي سؤال أو استفسار أو كذا. وأنا يعني خليني أكون صادق معكم، كنت على 9 بدي أسكر، بعد ربع ساعة إن شاء الله حسكر، اللي هو 9:15، لأن للأسف كل الرسائل اللي أجت من الزملاء إنه
يعني إنه دوام اليوم مش عطل يعني. ثاني يعني أنا حاولت أكون وسطي يعني، إني أفتح زوم بس ما أشرح إيش جديد. أنا طلاب إنه نحكي في الأسايمنت الجديدة ونوزع الشغل عليكم يعني. ربنا يعين الجميع إن شاء الله يعني، وضع لا نحسد عليه يعني. فأنا موجود معكم إن شاء الله للتسعة وربع، أي شيء بكم إياه أنا موجود إن شاء الله. بجهز الجدول أنا لكم عشان ما عليك الله ما شاء الله. ما راح منها بيبسي ودبل شيبسي، أنا ما راح أحط دبل شيبسي، أنا بطول وأقول حاجات الأكواد ميكس أسفلت وأحط ميكس أسفل وأقول ميكس أسفل فهمت فهمت ميكس أسفل. هلا احنا راح نشوف القائمة إن شاء الله بالعالمين الباقيين.
نزل أسماء ونزل كل إن شاء الله.
طيب يا جماعة، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله بشوفكم على خير الاثنين القادم. هاي الأسامي أنت أنا جهزت لكم إياها على أساس كل واحد إن شاء الله حسب التريتمنت المقابل اسمه يحضر الفيديو الخاص فيه. نقول لكم السلام إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.